السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع 19 قصة من أخبار اليوم. في العادة أنا أعطي ملخص أخبار اليوم للطلاب وأعطي معهم فيديو الأخبار معها كي يشاهدوا فيديو الأخبار فيتحسن الاستماع عندهم. إضافة إلى هذا نسمع الأخبار بالعربية الآن، يعني نضرب عصفورين بحجر. من خلال مشاهدتكم لهذا الفيديو سوف تطلعون على كل الأخبار مترجمة كما هي في النشرة التركية، وسوف يكون بإمكانكم أن تعيدوا الاستماع إلى النشرة باللغة التركية وبذلك تقوون الاستماع عندكم. الخبر الأول هو كما نراه هنا إميكليا تموز زام زام، طبعا زيادة على الراتب للإميكلي للمتقاعدين، طبعا هي زيادة ستكون للمتقاعدين ولغيرهم. كم ستكون الزيادة؟ إلى الآن المبلغ غير محدد لهذا السبب. الخبر هذا يأتي بين الفينة والأخرى والتوقعات تستمر. الخبر التالي هو عن هذا الرجل، نسيت اسمه، من حزب العدالة والتنمية وخرج منه، والآن يقدم اعتراضات لحزب العدالة والتنمية ونقاشات وهكذا. الخبر التالي عن هذا الرجل أيضا كليتشدار أولو، ماذا يفعل؟ يتحدث عندما نصل إلى السلطة ونحكم تركيا فأول عمل سوف نقوم به هو إخراج، عفوا، هو إعادة اتفاقية إسطنبول للحرية الجنسية أو للدفاع عن الشذاذ المنحرفين. طيب، المهم الخبر التالي، اليوم كان امتحان اليكسي يكسيك أولاتيم كوروم لاري صنف أو هكذا، امتحان الدخول إلى الجامعات والناس يتسابقون والمشهد المتكرر، بعضهم نسي هويته وبعضهم ذهب إلى مكان امتحان خطأ وهكذا. الخبر التالي هو هذا، مجموعة سيدتين ورجل سياح إنجليز يعني يقتتلون فيما بينهم، فجاءت الصحافة تصورهم في مارماريس فتركوا الصراع مع بعضهم وصاروا يتحاربوا أو يضربوا المصور الصحفي الذي يصورهم. الخبر التالي في سلطان غازي كما ترون هنا، طبان تشكمة آن، لحظة طبان أصمة، طبان السقف الاصطناعي عدلوا عليه جددوه فسقط لأنه الذي قام بالإصلاح والذي قام بهذا العمل لم يقوم بالعمل جيدا، لكن لحسن الحظ ما كان في بالمحل إلا العمال في المحل، يعني كانوا الزبائن قد ذهبوا والعمال لم يصبهم شيء لأنهم هربوا في اللحظة الأخيرة. الخبر التالي خبر جدا جميل عندنا اليوم وهو قيام أخ حبيب سوري بإعادة مبلغ أو ذهب بمقدار 100,000 ليرة سورية لصاحبه. المهم هنا في منطقة باجلر أظن غالبا، الجيران رأوا أشخاص ينزلون من سيارة ويقومون باختطاف شخص، لكن ما أحد اشتكى للشرطة، يعني ولا يعرفون هل هذا حقا، هل هذه جريمة خطف أم واحد عم يصور للتيك توك، الله أعلم. الخبر التالي رجل يقود السيارة وهو سكران، تقوم الشرطة بملاحقته فيصطدم بسيارة الشرطة ويتسبب بجرح 2 شرطة في أي الخبر في مدينة بارتن، يعني أيضا في تركيا. الخبر التالي هذا الرجل يأتي ويحطم المحلات بأداة حديدية وقد جاء من قبل وضرب على المحلات سلاح ناري واشتكى عليه أصحاب المحلات وألقي القبض عليه. الخبر التالي هو دولاندرجلر النصابين، هذه حادثة تحدث عنها في الخبر الماضي والذي قبله، هي عصابة واحدة يعني أثروا على أشخاص كثر. من بين الأشخاص الذين قاموا بخداعهم هذا الرجل، أخذوا منه 182,000 دولار، يعني تقريبا 3 مليون ليرة تركية. هو معلم قديم، يعني معلم متقاعد، استطاعوا خداعه من خلال قولهم أنه في خطر على حياة بنتك في خطر، فالرجل خاف وأعطاهم كل ما يشاء. وطبعا هم عرفوا بأنفسهم بأنهم من الشرطة وبأنهم من الدولة وأعطوه رقم هويته وأعطوه كل التفاصيل. طبعا هذه العصابة توصلت إلى هذه المعلومات من خلال كما ذكروا في نشرة الأخبار البارحة، من خلال هاكر، فتوصلوا إلى معلومات كمية كبيرة من الناس فيتصلون بالإنسان يقولون نحن الشرطة الإرهابيين أخذوا حسابك وأنت في خطر ويجب أن تسحب كل المال الذي في حسابك وسلمنا إياه، وهذه العملية بإشراف الدولة ولا تخاف نحن سنحميك، ويعطوه اسمه واسم أبوه واسم أمه واسم أولاده وحتى يعطوه رقم هويته مثلا أو تفاصيل أخرى. هو قال أنهم أعطوه حتى رقم هويته
أو رقم هويته وهوية زوجته. فمن خلال هذه التفاصيل الإنسان من خلال جو الإرعاب بيصدقهم ويدفع لهم المال، لكن الآن ينتظر من المحكمة أن تعيد له ماله بعد أن ألقي القبض عليهم. الخبر التالي هو خبر أيضا نشر البارحة أظن في باجلر، بيت حدثت فيه حريقة بشكل غريب. مثلا نرى هنا البردة في مكان احترقت ومكان لم تحترق، جدار يحترق وجدار لا يحترق، احترقت غرفتين في البيت. كل فترة تحدث حريقة مختلفة ولا يعرفون السبب وينتظرون ماذا؟ تقرير الأطفاء. يعني يظهرون الحريق هذا وكأنه حريق مجهول السبب، ويحدث حريق فجأة في مكان غريب وهكذا، وكأننا في فيلم رعب لا أدري ماذا. الخبر التالي أيضا نفس الخبر اللي قبل السابق، هو أيضا دولاندر جيلر المخادعين النصابين هكذا، أيضا اتصلوا بشخص لكن ليس عنده مال وإنما عنده بيتكوين، قالوا له أنت عندك بيتكوين وهكذا، وأيضا الإرهابيين سيطروا على حسابك وهكذا. وعدد أشخاص كثر اغتروا أو تم خداعهم بهذه الطريقة، والسبب أنهم يعطون معلومات دقيقة جدا جدا ويتصلون مع الإنسان ومع زوجته وربما مع أولاده في نفس اللحظة، وأثناء الاتصال الإنسان بيسمع صوت اللاسلكي تبع الشرطة وهكذا، فيظن أنه فعلا الأمر حقيقي وأنه يتعامل مع الدولة ولا يتعامل مع حدا غريب. هذا الأخ السوري عبد الله ما ذكر كنيته، وجد يعمل في جمع الكرتون، أثناء جمعه للكرتون وجد الصندوق فيه قطع ذهبية تعود لهذا الصائغ، فأعادها إليه فورا قبل أن ينظر الصائغ في كاميرات المراقبة لينظر أين اختفى الذهب. مقدار 100,000 ليرة عادها إليه. ما شاء الله كلنا أمانة الحمد لله. طبعا الأمانة موجودة في جميع الناس، وخبر مشرف لكل أحد أن يكون هذا الأخ الحبيب منا. يعني المهم الخبر التالي هو شخصين قاموا بعشرات السرقات وما كان أحد يكشفهم، حتى استطاعت الشرطة أن تكشفهم من خلال هذا الجاكيت الذي يرتديه الحرامي دائما. الخبر يعني هم على أساس يضعون ماسكة فلا أحد يعرفهم، لكن الجاكيت كشفهم. الخبر تالي مسكين رجل عشق فتاة فرنسية وجاءت معه إلى تركيا لتزوجه، كان عمره 24 أو 29 سنة وهكذا، وبعد أن جاءت إلى تركيا بعشر أيام قالت له أنا مجبر على الذهاب وتركته وذهبت من دون مبرر، ثم أخبرته أمها أن معها سرطان الدم وهكذا وتوفيت، وبقيت 49 سنة يعيش على ذكراها ولا يعمل ولا يقوم بأي شيء، وهو الآن في دار العجزة وقاموا بتصوير حكايته من دار العجزة. العشق مرض فإياكم أن تعشقوا، ما هيك؟ الخبر التالي شخص يابانجو يركلو، برأيكم هذا من أي دولة؟ لا ندري. المهم جاء واشترى أظن من أفجلر، اشترى أشياء وقال لي البائع زوجتي مريضة وأنا ما عندي وقت أصرف دولار، أدفع لك دولار ليس معي ليرة، ودفع له دولار وأخذ البقية، يعني دفع 100 دولار وأخذ من البائع مال براوستو البقية، ثم ذهب والبائع يعني كان مسرورا أخذ بالدولار. في اليوم الثاني جاء ليصرف الدولار فوجد أن الدولار صحته يعني مزور، عاد الاتصال به قال له والله ما لي خبر أنه الدولار مزور وسأعود إليك وأعيد إليك المال، لكنه لم يعد وهو يعني قدم شكوى فيه للشرطة. الخبر التالي الآن قادمين على فصل الصيف والناس يريدون أن يذهبوا في عطلة، فالخبر يقول جونيش ديل أوتيلر جيب ياكاجاك، ليست الشمس بل الأوتيلات هي التي ستحرقنا أو ستحرق الجيب، يعني أسعارها غالية جدا. فهذا الخبر ينظر أو يبحث في أرخص الأماكن من أجل قضاء عطلة وأرخص الأوتيلات وهكذا. في بعض المناطق أقل شيء أسبوعيا 10,000 للشخص، يعني إذا زوج وزوجة 20,000. هنا يقول عن الأماكن التي يكون الأسعار فيها 5,000 أو ربما أقل وهكذا. الخبر الأخير شخص عنده تيك. ما هو التيك؟ هو الحركة اللا إرادية، دائما يغمز بعينه بعدها أجروا له عملية جراحية فتعالج وصار يستطيع أن يركب في باص وهكذا، لأنه كان لا يستطيع أن يظهر في الأماكن العامة، كل ما حدا بشوفه لماذا تغمزني لماذا جوز كاش جوز حركة يا بيرسون وهكذا، فبعد العملية مشي حاله. الآن هذه الجوفيرجين سعرها بسعر سيارة أيضا ذكروها في الأخبار، تعيش في أضيمن. طبعا واحد حماماتي إن صح التعبير يقول هذه الحمامة بمنزلتي ولدي، حتى كانت زوجتي أول ما تزوجت تغار منها هكذا.
هكذا يقول. طبعا أوتوبويل فيات نا على سعر سيارة جوفيرجين، حمامة على سعر سيارة يعني سعرها بسعر سيارة. هذه نشرة الأخبار لهذا اليوم، كان في معنا فيها 19 خبر. بإمكانكم إعادة مشاهدة النشرة باللغة التركية بشكل موسع أكثر من خلال الرابط الموجود في مربع الوصف وفي التعليق الأول المثبت. دامت البسمة متراقصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مالئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.